ونحن ما شاهدنا من مصر ودور الرئيس السيسي والوقوف بالدبلوماسية المصرية كان أكبر دليل على الامتعاض والقول لأمريكا لن نسمح لكم بأن تتصرفوا كما كنتم تتصرفون ونحن نسكت ونقبل. والله يا دكتور خالد ده موقف مصري شديد الوضوح. لو احنا وصلنا في القمة العربية الإفريقية لنفس ذات الموقف المصري، موقف واحد على الأقل تتوافق المجموعة العربية، تتوافق ال 22 دولة على اللي دكتور خالد قاله انه مصالحنا المشتركة لن تأتي على حساب قضية الصراع العربي الصهيوني، يبقى انا كده سعيد. بس انا ما اخشاه ان احنا لا نصل الى هذه النقطة. هو بص يا فندم، نحن في قمة الأمم المتحدة المجموعة العربية برغم خروج العراق والتغريد لمصلحتها بقرار إيراني استطاعت المجموعة العربية أن يؤيدها 120 دولة. صح هذه غير ملزمة، نحن لن نستطيع إيقاف الحرب وهذا واضح، لكن نحن بهذه العملية نهز الكرت الأحمر للولايات المتحدة، ولأول مرة الولايات المتحدة تتصرف بإرباك عندما يأتي بلينكن ولا يستطيع أن تخرج معه يعني الجلسة الوزارية باتفاق مشترك عندما يذهب قبلها يعني أتى جو بايدن إلى ومن قبلها نختلف كليا عما تطرحه تركيا، لأن تركيا تريد أن تكون وسيط وتحقق شروط بهذه، لكن بالنهاية هناك مصلحة لنا جميعا بأن هناك صوت يقول للولايات المتحدة أنكم مربكون، وهم يجاوبون أننا لا نستطيع الضغط على إسرائيل، فكيف لا يستطيعون الضغط؟ حسنا، نحن نعلم جيدا بأن هذه القمم لن تحقق سريعا ما تريد، ولكن أعلم جيدا أن الولايات المتحدة عندما أتت بأساطيرها إلى المتوسط وإلى البحر ليس لحماية إسرائيل كما يدعون. إسرائيل جميعنا نعرف دولة عسكرية متطورة، لها تدريب، لها إمكانيات عالية، هي جاءت لتقول لأحافظ على مصالحي. إذن هي مصالحها ليست فقط عند إسرائيل، إذا تلتقي المصالحة دائما عندنا على المحك، يعني عندما نجلس يجب علينا أن احنا نضع هذه المصالح على المحك. أنا كده بالنسبة لي فاهم، وأكيد يعني أنا عايز أشكر جدا 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 دكتور خالد العزي خبير العلاقات الدولية الكبير أيضا والمعروف بالمناسبة، مش زي ما يا دكتور خالد يعني تواضعا تتحدث.